فيما يخص الموضوع نتاع الرفع من الأسعار، بالعكس كما قال السيد وزير الفلاحة قبل قليل، الدولة ضخت في السنتين الماضيتين 8 تاع المليار تاع الدرهم للحفاظ على الأثمان المعمولة بها حاليا، ضخت 9 المليار لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب باش ما يرتفعوش الأسعار، مجموعة من القطاعات والنقل إلى غير ذلك، لن يسع الوقت للدخول في تفاصيلها. الآن فيما يخص غاز البوتان اللي كيف قلنا دائما ولا بد نذكر بأرقام مهمة، الدولة من 2015 ل 2023 خصت 111 مليار نتاع الدرهم لدعم غاز البوتان، لم يستفيد 20% من الفقراء إلا بزوج فاصلة 5 المليار سنويا، إلا ب 14% من هذه الحصة، في حين استفاد 20% اللي عندهم الإمكانات من أكثر من 27% من هذا الدعم. السؤال، هل نستمر في تخصيص هذه العشرات من المليارات لدعم الميسورين وذوي القدرة الشرائية، أو لا نوفر هذه الهوامش ونعطوها مباشرة لأولئك الذين يحتاجونها؟ هذه الطبقات اللي تكلمت عليها اللي هي 3.6 مليون تاع الناس غادي توصلوا هذه السنة ب 25 مليار تاع الدرهم، وغادي يمشيوا في السنة 26 ل 29 مليار تاع الدرهم، وأعتقد بأننا مطالبون لتوفير هوامش أخرى يتم توجيهها بشكل أدق نحو هذه الفئات. الآن ما عرفه غاز البوتان اليوم ليس تحريرا لأسعاره، هو فقط إضافة 10 تاع الدرهم في الثمن. خصنا نعرفوا بأن البوتان اليوم الثمن الحقيقي نتاعها هو 88 درهم، معناه أن الدولة ستواصل دعم هذه المادة بأكثر من 35 درهم للقنينة الواحدة. وعن ما تم الترويج له من علاقة هذا الموضوع بزيادات محتملة في مجموعة من المواد، لابد أن نبرز الحقائق كما هي. الدولة خصت 10 المليار تاع الدرهم لتوفير القمح بأثمانه الحقيقية وبالكميات الضرورية، ولهذا السبب عبقى الخبز في الثمن تاعو وغايب قف الثمن تاعو دون أي ارتفاع ودون أي علاقة بين الموضوعين. شكرا سيد رئيس. شكرا سيد الوزير.